مكسب مهم قوي ده طبعا. لا 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 انا بحط نفسي برضو مكان اللعيبه. اعتقد مجهود بدني بيحصل بشكل كبير، كلنا بنشوف ان تاني ان الاداء ما كانش على المستوى المطلوب، لكن دايما بتبقى النتيجه هي الاهم، وخاصه انها قبل مباراه مهمه. يعني تخيل معايا لو النادي الاهلي مثلا تعادل لا قدر الله مباراه طلائع الجيش او حصل خساره، الشكل المعنوي بيختلف تماما، ودخول على مباراه مهمه محتاجه فوز، والفوز بيجي في الدقيقه 90 كالعاده، فدوت حاجه بتدي موتيفيشن وبتدي امل ان شاء الله ان الروح دي تستمر. يعني ما دي شخصيه البطل يا كابتن، انك انت ما بتستسلمش وما تفقدش الرغبه في ان تصل للنقطه اللي انت عايزها، فبتقاتل حتى اللحظه الاخيره، ونتيجه الجهد والعمل المتواصل في الملعب، وانك انت ضاغط وبتاع، وحتى لما حصل عندك اكتر من هجمه مرتده كان عندك حارس عملاق حاضر ربنا يوفقه في انه يتصدى في لحظات حاسمه جدا كان ممكن تتقلب فيها نتيجه المباراه. كل ده يؤكد على انك انت لا يعني اللعيبه برضو يعني يمتزج بيها روح البطل في الوقت في الاوقات الصعبه، فيظهر المعدن الاصيل للعيبه الاهلي الاصرار. لكن لو انت لو فرقه عاديه واستسلمت وخلاص ويلا وراضيين بالنتيجه 1-1 ونحافظ وخلاص وقف ورا مكان ما يبقاش ده الاهلي. لا مش ده الاهلي. لا ما هو الناس بتزعل ليه؟ الناس بتزعل يعني شوف انت كان رده الفعل ازاي في مع البايرن، الناس كانت عاوز نفسها تشوف فرقتها انها تهاجم، يعني هم عارفين القدرات والفارق، لكن نفسهم يشوفوا هجمه، نفسهم يشوفوا يحس ده هو ده الاهلي. يعني صحيح. ناس عندها قناعات وايمانها بالبطل بالصوره دي، عامله عندها المشكله دي، عند ناس عندها المشكله دي ان ايه، لا انا مش لا يمكن اقبل الهزيمه، لكن هي في الرياضه اذا لم يكن هناك اخطاء ما مش هيبقى فيه انك انت تبحث عن الطريق صح. الخطا بيعلمك انك انت بتتعلم من في مشوارك ازاي تصحح عشان تبقى بطل وتصل للقمه. فمباراه الطالع كان مباراه مهمه ومفصليه جدا، ودايما الاهلي بيديك في مشواره حتى في المسابقه المحليه حتى وفي دوري ابطال افريقيا بيديك لقطات تفقد فيها الامل ثم يعيد لك الامل مره اخرى. مباراه سيمبا انا يعني وجهه نظري لابد ان تمحى من الذاكره. طيب مباراه وعدت يعني، وتكون مباراه فيتا ان شاء الله يوم السبت بدايه جديده، بدايه قويه، مزيد من التركيز.